فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يعمل في شركة لبيع الأدوية، لكن صاحب هذه الشركة يودع أمواله في بنوك الربوية، ما حكم العمل مع هذا الشخص؟ إيش؟ شخص يعمل في شركة تبيع الأدوية، لكن صاحب الشركة يودع أمواله في بنوك الربوية، يعني يستثمرها في بنوك أو إيداع للحفظ فقط. الإيداع للحفظ جائز للحاجة والضرورة، أما الإيداع للاستثمار هذا ربا لا يجوز. نعم. وعلى كل حال إذا كان يتعامل بالربا لا يشتغل عنده، يلتمس العمل عند غيره. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.